أولاً إحنا مش محتاجين أي تحية أو تقدير من حضراتكم لدور النقابة، لأن ده واجب النقابة الأصيل في الحقيقة، وده حق للأطباء وحق للمنظومة الصحية. إحنا هنا لما بنقف مع أطباء التكليف مش فقط لأن ليهم حقوق عندنا، هم طبعاً ليهم حقوق عندنا، وده ما بيتكسفش منه ان احنا ندافع عن حقوق الاطباء اللي احنا منتخبين علشان نراعيها، لكن في جزء اخر لا يقل اهميه، هي حق المواطن وحق المنظومه الصحيه كلها. في الحقيقه احنا لينا كذا سنه وزاره الصحه كل سنه بتيجي في بدايه حركه التكليف وتصدر بعض القرارات اللي من شانها الاضرار بالمواطن المصري والاضرار بالمنظومه الصحيه. ليه؟ مش عارفين. يسألوا هم في هذا السبب، لكن هناك شبهات قوية في الحقيقة. هناك شبهات قوية لمحاولة الضغط على أطباء التكليف. هناك شبهات قوية لمحاولة إلغاء التكليف من أساسه. على الرغم أنهم يعلمون تماماً أن هذا الأمر هيضر بأهالينا اللي في المناطق النائية، أهلنا اللي في الصعيد، أهلنا اللي في سيناء، لأنه هيفرغ الوحدات الصحية من الأطباء الموجودين فيها. احنا عندنا بالفعل مئات الوحدات الصحية الخالية من الأطباء حاليا. فلما نيجي نضغط زيادة بقى على أطباء التكليف، يبقى بالتالي هندفعهم إلى الاستقالة والهجرة إلى الخارج وعدم قبول التكليف، ونسيب بقى الوحدات الصحية فاضية لسيادة الوزير ومعاونيه علشان يروحوا يشغلوها. السلام عليكم، أسماء محمود، ممثل جامعة قناة السويس. احنا هنبتدي باختصار الاول نشرح بس تنظيم الموضوع والخطوات اللي احنا مشينا فيها. 6 سنوات من الدراسة بالكلية يليها سنة تدريب إلزامية، سنة الامتياز، هي ما يقضيه طالب كلية الطب في مصر في مشوار الحصول على البكالوريوس. تليها فترة التكليف يقضيها الطبيب في قطاع الطب الوقائي التابع للوزارة أي بالوحدات الصحية، هي فترة تتراوح من سنة إلى سنتين. يقوم النظام الصحي في مصر على بنية تحتية كبيرة تتكون مما يزيد عن 5000 وحدة صحية منتشرة في كل المراكز والقرى. تقوم تلك الوحدات الصحية والمراكز بتقديم خدمات الرعاية الأساسية والطب الوقائي في كل القرى، مما يمثل قاعدة هرم الخدمات الصحية. وتبعا للتنظيم التراتبي للخدمة الصحية، تقوم الوحدات الصحية بتقديم الخدمة الصحية الأولية وتحويل الحالات التي تحتاج لمستوى أعلى من الخدمة للمستشفيات المتخصصة. طبعاً لذلك تشكل الوحدات الصحية البوابة الأولى لتلقي الخدمة الصحية، وفي الكثير من القرى تشكل المكان الوحيد لتلقي تلك الخدمة أصلاً، وهي بذلك تمثل العصب الرئيسي للخدمات الصحية الأساسية في مصر. يتولى العمل في تلك الوحدات الصحية بشكل رئيسي شباب الأطباء من حديثي التخرج، يتم توزيعهم على الوحدات الصحية بشكل سنوي لقضاء فترة التكليف في تلك الوحدات الصحية. لحين التقدم لبرنامج التخصص النيابة في إحدى مستشفيات وزارة الصحة بعد قضاء فترة التكليف، يتم توزيع الأطباء على الوحدات الصحية من خلال حركة التنسيق العام لتكليف الأطباء في إعلان سنوي وفق قواعد محددة، والتي تستهدف توفير العدد الكافي للأطباء للعمل في كافة الوحدات الصحية على الجمهورية، وعددها أكثر من 5000 وحدة صحية. وطبعاً للقوانين المنظمة لعمل الأطباء، فإن كل وحدة صحية تحتاج على الأقل لطبيبين اثنين لتقديم الخدمة بصورة مستمرة، طبعاً للقرارات التنظيمية التي تصدرها وزارة الصحة، مما يعني أن تشغيل تلك الوحدات الصحية يتطلب 10000 طبيب على الأقل يعمل كل منهم بالحد الأقصى المقرر من ساعات العمل المقررة في القانون ليقوموا بتقديم الخدمة الصحية بالشكل الذي تدعي وزارة الصحة أنها تسعى لتقديمه. توجهنا إلى مكتب دكتورة سحر حلمي مدير إدارة التكليف للتفاوض عن مطالب الدفعة، والذي تتلخص فيه مطالب الدفعة أطباء تكليف مارس 2017. أولاً، تعديل الاحتياجات بجميع الإدارات على مستوى الجمهورية بما يتناسب مع العجز الحالي في وحدات الرعاية الأساسية. 2، الرفض القاطع والتام لفصل هيئة المستشفيات التعليمية إلغاء الشروط التعسفية الخاصة بالتقدير الكلي والمدرسي. رفض تجاهل حركة النيابات الاستثنائية للنادي. 3، تعديل القرار الوزاري رقم 575 لسنة 2017 بإضافة محافظات كل منها سينا والسوهاج والأقصر وإضافة
إدارات غرب النبارية بالبحيرة ويوسف الصديق بالفيوم إلى جدول الحوادث المادية باعتبارهم مناطق عمل ذات طبيعة خاصة. رابعاً، التأكيد على الحق في الحصول على ترشيح وزاري لتسجيل الدراسات العليا فور إعلان نتيجة النيابات. التأكيد على تعديل التكليف النائب المباندين بعد مرور سنة عمل فعلي. خامساً، تفعيل قانون رقم 137 لسنة 2017 مادة 7 والذي ينص على أن تتحمل وزارة الصحة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم الخاصة بالدراسات العليا للأطباء.